الحمد لله في عام 2011 كان نتائج البنك كان أداء البنك جيد جدا مع كل معطيات السوق اللي كانت يعني تشير أنه 2011 كانت سنة ليست بالسهلة وكانت سنة صعبة في جميع القطاعات يعني مش فقط بس قطاع المصرفية الاستثمارية لكن الحمد لله وبفضل من الله استطعنا أنه نحقق أداء أفضل من عام 2010 2011 كانت سنة كانت لا بأس فيها طبعا طموحنا إحنا في إدارة بنك قطر أو الاستثمار طموحنا أكثر من ذلك ولكن عوامل السوق اليوم تحتاج إلى يعني مومنتم أو حركة مطوبة أكثر وإن شاء الله مع تحسن السوق سيتحسن أداء البنك أكثر وأكثر ولكن الحمد لله سنة 2011 كانت سنة مربحة ثالث سنة مربحة للبنك وأدائنا أفضل من 2010 بالنسبة للريفينيو كان يعني عائداتنا أعلى من 2010 بالنسبة لصافي الربح كان أعلى من 2010 تقريبا ب 20% وبالنسبة لحجم استثماراتنا طبعا كان حجم المحفظة زاد كبر عن 2010 فالحمد لله أداء البنك في اضطراد ونمو مستمر من سنة لأخرى هذا جيد ولكن هل هناك من استثمارات متعثرة أو عالقة أو مشكوك في تحصيل عائدها وماذا عن المخصص المرصود لها؟ الحمد لله احنا ما عندنا اي مخصصات لاي استثمارات يعني تعثرت او غير ذلك بالعكس احنا استطعنا في 2011 انه نتخارج جزئيا من احدى استثماراتنا وكان العائد على التخارج حوالي 33% وحتى في بدايه الربع الاول في 2012 عندنا تخارج من صفقتين من اكبر الصفقات في البنك والحمد لله يعني النقاش او المحادثات مع المستثمرين اللي حيشتروا من هذه الحصص تتم بصوره جيده والعائدات والعائد الحمد لله يعني جيد جدا ف يعني بالاتفاق مع المدقق الخارجي طلعنا على كل الاستثمارات والحمد لله يعني ما كان في اي داعي ناخذ اي مخصصات قمتم في العام 2011 بتعزيز حضوركم الاستثماري في القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك كان لكم حضور في الكويت عبر استثمار في قطاع الطاقة حدثني عن هذا التوجه تحديدا فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع النفط والغاز هو بالنسبة لقطاع الطاقة طبعا هو قطاع استراتيجي بالنسبة لبنك قطر الأول للاستثمار وقطاع الطاقة هو طبعا يعتبر عمود فقري ليس فقط في قطر ولكن في دول الخليج خاصة وبقية دول الشرق الأوسط عامة وهو طبعا دول الشرق الأوسط أو دول الخليج والشرق الأوسط هي يعني الملعب اللي احنا بنلعب فيه فطبعا احنا في بحث دائم عن صفقات جيدة في قطاع الطاقة والحمد لله ربنا وفقنا وأخذنا صفقة حصة في شركة الكويت الطاقة أو كويت انرجي كومباني الحمد لله منذ ذاك الحين يعني أداء الشركة في تحسن مستمر صار عندهم اكتشافات جديدة في مناطق كان لسه بالتنقيب عنها طبعا مجال عمل الشركة هي في عملية تنقيب واستخراج النفط المحيط الجغرافي اللي هم يتعاملوا فيه ليس فقط الخليج ولكن عندهم امتيازات تنقيب عن النفط في أفريقيا في أوروبا الشرقية في حوالي 40 دولة في مختلف دول العالم وطبعا مع دخولنا في هذه الشركة واستثمارنا فيها الحمد لله نتائجهم أفضل وأفضل طبعا هناك فريق طاقم عمل جيد جدا في شركة الكويت للطاقة ولديهم خبرة كثير واسعة في مجال التنقيب واستخراج النفط في دول يعني يمكن يقال عنها أنها دول صعبة من حيث الصناعة النفطية يعني دول هي أساسا غير نفطية طبعا تعرف يمكن أن النفط متواجد في جميع دول العالم ولكن هناك دول حجم النفط المتواجد فيها يكون ضئيل بينما مثلا في دول أخرى مثل السعودية مثل قطر مثل الإمارات الكويت حجم النفط أو روسيا وكذا في طبعا تعرف بأنها دول نفطية ماذا عن العام 2012 وحجم المحفظة الاستثمارية لهذا العام؟ والله خلال هذا العام هناك تقريبا حوالي أكثر من 250 مليون دولار مرصودة للمحفظة الاستثمارية 2012 حيكون سنة محورية بالنسبة لبنك قطر أو الاستثمار لعدة أسباب الأول أنه إحنا اليوم يعني نسعى إلى أن نوسع مجال عمليات البنك طبعا عملية التوسعة تحتاج إلى تمويل إضافي
التمويل هذا إما أن يتم عن طريق زيادة رأس مال، وهذا يعني خيار لن نتبعه هذه السنة، أو التمويل الإضافي ممكن يأتي من عملية الاقتراض، وهذا هو الخيار اللي سنتبعه أو توافق عليه مجلس الإدارة أنه نمشي في هذا الخيار. إن شاء الله في خلال عام 2012 سيكون هناك عملية اقتراض لتوسعة عمليات البنك للاستحواذ على صفقات أكبر وأكثر وتوسعة المحفظة الاستثمارية للبنك. فبدون ما يكون بدون الاقتراض نتكلم عن مبلغ 200 ل 250 مليون دولار بدون ما نستحوذ أو بدون ما نحصل على تمويل إضافي. لكن إذا إن شاء الله بعون الله حصلنا على تمويل إضافي فيمكن يكون مبلغ أكبر. هل سيكون هذا التمويل عن طريق طرح صكوك مثلا؟ والله هناك يعني وسيلتين لتحقيق هذا الهدف، إما عن طريق الاقتراض المباشر من طريق قرض مجمع أو عن طريق الصكوك. هناك نقاش داخلي ما زال اليوم في البنك أنه أي الوسيلة أمثل، هل ندخل في قرض مجمع أو أن ندخل في الصكوك. فما زال يعني هناك ما في يعني خلينا نقول يعني نتيجة حسمت لأي طريق ندخل فيه، ولكن يعني نقاش داخلي إن شاء الله خلال فترة بسيطة يعني سنقرر أي الاتجاه سنتجه. منذ عام ونيف تقريبا أعلنتم عن استعداد لإطلاق الخدمات المصرفية الخاصة، وأنتم بالأساس بنك استثماري حتى الآن، ماذا عن هذه الخدمة؟ والله الخدمات المصرفية الخاصة تحتاج إلى خطة عمل ما زال البنك بصددها. طبعا عام 2012 هي سنة محورية بالنسبة لنا لسببين. السبب الأولاني اللي هو عملية الاقتراض، وطبعا لازم يكون في عنا نجهز نفسنا داخليا وخارجيا نهيئ نفسنا لعملية الاقتراض. والسبب الآخر اللي هو عملية الإدراج، إحنا اليوم بصدد أنه نحاول ندرج البنك. فمع هالمشروعين الاستراتيجيين بالنسبة للبنك يمكن يكون الأجندة عندنا اوريدي مليانة وما فيها متسع أنه إحنا ناخد يعني نبني بيزنسز أو نبني أعمال أخرى أو سبسيدريز أو شركات أخرى. لكن هذا ما زال من ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك. احنا في نوفمبر 2011 كان عندنا اجتماع مع مجلس الإدارة، وكان الاجتماع تركز على تحديد استراتيجية البنك للخمس سنوات المقبلة، وتم الاتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة على أن استراتيجية البنك خلال الخمس سنوات المقبلة سترتكز على تنويع الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، من سواء من مصرفية استثمارية، سواء من خدمات مصرفية خاصة، سواء من خدمات إيجار أو من خدمات حتى التأمين التكافلي. فهناك توجه استراتيجي في البنك لتنويع الخدمات. طبعا عملية تنويع الخدمات إما أن تتم عن طريق شركات مملوكة بالكامل أو يسيطر عليها البنك أو يملك فيها حصص مسيطرة، أو تتم عن طريق خلق أعمال من ضمن الكيان الموجود حاليا اللي هو البنك. فيمكن أن تتم يعني بإحدى هاتين الطريقتين. فالخطة الاستراتيجية تشمل أن البنك يدخل في عملية المصرفية الخاصة خلال الخمس سنوات القادمة، لكن إحنا اليوم عندنا أولويات. فأولوياتنا اليوم في 2012 أن يتم توسيع قاعدة التمويل في البنك عن طريق الاقتراض، وأن إن شاء الله نسعى في هذه السنة إلى عملية إدراج البنك في السوق القطري. هل ستكون عملية الإدراج في بورصة قطر عن طريق الإدراج المباشر أم طرح جزء من رأس المال للاكتتاب؟ نعم، هو الأغلب أنه لن يتم طرح رأس مال، يعني لن يكون هناك رأس مال جديد على البنك، سيتم عبارة عن هي إدراج وليست اكتتاب. فعملية الإدراج لا يعني لا تحتوي على زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة وإدخال مساهمين جدد، هو مجرد إدراج الأسهم الحالية بالمساهم الحالي في السوق المالية. هل تم استكمال جميع شروط ومعايير الإدراج في البورصة؟ والله شوف، احنا بدأنا في الموضوع ولكن لم نتقدم حتى الآن بطلب. هناك عدة
شروط يجب التحقق منها. طبعا واحد من الشروط الأساسية الإدراج أن يكون عمر المؤسسة ما قبل الإدراج 3 سنوات وعلى الأقل، وأن تكون آخر 3 سنوات ما قبل الإدراج أن تكون 3 سنوات مربحة. طبعا إحنا يعني حتى لغاية 2011 ونهاية 2011 لم نكن نتحقق في هذا الشرط، ولكن مع نهاية 2011 تحققنا هذا الشرط. إحنا اليوم بدنا نطلع على شروط الإدراج، بنك قطر الأول استوفى جميع شروط الإدراج كاملة مع نهاية 2011. هناك طبعا أمور أخرى إجرائية مثل الحصول على موافقة الجمعية العامة للإدراج. إحنا الجمعية العامة تبعتنا إن شاء الله حتكون في خلال شهر أبريل القادم، شهر 4 القادم. فاليوم حتى لو أنا جاهز أني أتقدم بطلب لهيئة قطر الأسواق المالية، ليس ما عندي موافقة الجمعية العامة للتقدم بهذا الطلب. فواحدة من شروط الإدراج أن يكون عندك موافقة الجمعية، فأنا مضطر أساسا حتى لو أني جاهز مضطر أساسا أستنى حتى أخذ تفويض من الجمعية بطلب.